في كل الوطن العربي، واليوم نرفع الكرت الأبيض لجمعية إيفاء في المنطقة الشرقية في السعودية. تفاصيل أكثر مع مراسلنا طلال الغامدي. من آدم جئنا ومن حواء الرحمة، أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من الساحل الشرقي وتحديدا الدمام. اليوم تقريرنا مختلف، تقرير رياضي جميل مع ذوي الهمم في جمعية إيفاء وبمشاركة النجوم القدامى والحاليين وأعضاء الشرف ومسؤولين. يوم ممتع جدا، نترككم مع هذا التقرير. كل موجود اليوم ويشارك، فهذه يعني من باب إدخال السعادة على والسرور على هؤلاء الفئة هذه اللي تستحق. وانتم شاهدتوا هذول يملكون قدرات، يملكون استطاعة أنهم يعملون شيء كثير جدا، ولم تكون الإعاقة معوق لهم أنهم يصلون إلى ما وصلوا إليه. كيف اليوم بسطت في المباراة؟ والله كانت المباراة جميلة، وأشكر زمالي جميل في اسمه، أشكر اللاعبة اللي حضروا اليوم. أنت تشجع الهلال؟ أبد، أي هلالي. من عجبك الهلال؟ والله ياسر قحطاني. راح ياسر الحين من فيه؟ والله عندك قميز، عندك دواردو، عندك ياسر الشهراني، لاعب مبدع في الملعب. جدا سعيد، يعني تترك أعمالك، تترك كل شيء، تتجرد وتجي لهالفئة الجميلة هذه، تحس بالسعادة، فعلا السعادة. والمحروم اللي ما يجي لهالفعاليات حقيقة نعتبره محروم. تفدعت اليوم، تذكرت وانت تحرص، رجعت شيء من الوقت. والله كنت سعيد بصراحة بمشاركتي، وأتمنى إن شاء الله أحضر كثير من هالفعاليات هذه. يعني اليوم كانت يعني شيء تاريخية، أنا أسميها قدام الرياضيين. جاءوا مجاها الأخي والأخ عبد العزيز الدوسري، حضروا لي يعني إسعاد هالفئة وإسعاد الشباب اللي عندنا وأبنائنا هنا وغمراتهم الفرحة، يعني كانت لفتة حلوة جدا الحمد لله. وحن نحاول تكون هذه فعاليات دائما مستمرة على مدى العام. كما يعني شاهدنا مشاركة مجموعة من رجال الأعمال باللعب معهم، وأيضا مشاركة بعض مديري الأجهزة الحكومية، كانت حقيقة بثت يعني السعادة في قلوبهم، وأيضا أرسلت رسائل مهمة جدا أنه لا يوجد إعاقة حقيقية سوى الإعاقة اللي نضعها يعني أمام عقلنا وإمكاناتنا، والكل يستطيع. إحنا يعني نأدي دور اجتماعي، الإخوان الشباب ما شاء الله يعني أدوا دورهم في الملاعب وأفرحوا الجماهير لفترة معينة، وطبعا لكل يعني لاعب له نهاية معينة وبيعتزل، فإحنا حبينا من خلال الأخ أحمد النباط وجمال محمد نكون فريق من اللاعبين القدامى نشارك في يعني بعض اللقاءات مع بعض الجاليات مع بعض الفرق، وأيضا في النشاطات الاجتماعية. كالشمس تعيش ضمائرنا، ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا، إنسان يبني الإنسان، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا.